العربي اليوم من التلفزيون العربي في لندن، ونستهله بالعناوين. مصابو كورونا يتجاوزون 1.5 مليون حول العالم. إسبانيا تسمح للأطفال بالخروج اعتبارا من الأسبوع المقبل. عمدة نيويورك يلغي الفعاليات العامة حتى يونيو. والصين تقول إنها تعتمد الشفافية في مكافحة الفيروس. رغم تحذيرات، دول عربية تخفف إجراءات التباعد الاجتماعي. إعادة تشغيل بعض المنشآت في فلسطين، تونس والأردن يقلصان ساعات الحظر، وأزمة كمامات في العراق. عقود الخام الأمريكي الآجلة تواصل انخفاضها. ترامب يطلب إعداد خطة لمساعدة قطاعي النفط والغاز. موسكو لا تراه نهاية العالم، وأوبك تدرس تخفيضا فوريا للإنتاج. أهلا بكم، ونبدأ العربي اليوم من آخر الأرقام الخاصة بفيروس كورونا حول العالم، إذ تجاوزت حالات التعافي 650,000 من أصل نحو 1.5 مليون إصابة. أما عدد الوفيات فبلغ نحو 170,000 حالة. إذن إجراءات تخفيف للحظر في دول عديدة حول العالم. أوروبا تراقب عن كثب استراتيجية ألمانيا، والتي تعد أكبر اقتصاد في القارة للخروج من أزمة وباء كورونا. وتستعد بعض دول القارة منذ نحو شهر لخوض تحدي رفع تدابير الإغلاق، لأن تفشي الوباء بات على ما يبدو قيد الاحتواء في بعض الدول. توصيات من منظمة الصحة العالمية للحكومات والمجتمعات بضرورة التزام الحذر لوقف تفشي فيروس كورونا. المنظمة تقول إن رفع الإغلاق وتدابير أخرى يجب أن يكون تدريجيا. المخاوف تكمن في أن التسرع بتخفيف القيود أو رفعها ربما يؤدي إلى عودة تفشي الفيروس. التوصيات تشير إلى أن المجتمعات بحاجة للاستعداد لنهج جديد يحقق التوازن الصحيح بين تدابير مكافحة الفيروس والسماح بعودة نشاط الاقتصادات الإقليمية مرة أخرى. الجمعية العامة للأمم المتحدة من جهتها تدعو إلى تحرك عالمي للمسارعة في تطوير عقاقير ولقاحات ومعدات طبية والحصول عليها بشكل عادل لمواجهة جائحة كورونا، وتقر بالدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحة العالمية. دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا التي تسجل تراجعا في أعداد الإصابات والوفيات بعد أسابيع من الارتفاع، تستعد لأولى تدابير رفع العزل في الأيام أو الأسابيع المقبلة. ففي إيطاليا قالت الحكومة إن لديها خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة الفيروس بدءا من 4 مايو. وكانت فرنسا اتخذت خطوة أولى في هذا الاتجاه بإعادة السماح بزيارة دور رعاية المسنين وفق شروط معينة. وفي الدنمارك سمح للشركات الصغيرة بإعادة فتح أبوابها شرط التقيد بتدابير نظافة صارمة وبقواعد التباعد. أما في المقابل مددت المملكة المتحدة العزل المفروض منذ 23 من مارس الماضي إلى ما لا يقل عن 3 أسابيع. وتحول إجراءات العزل العام في بريطانيا دون إقامة احتفالات صاخبة بعيد الميلاد 94 للملكة إليزابيث الثانية، التي تعد أكبر ملوك العالم سنا وأطولهم بقاء على العرش. وولدت الملكة في 21 أبريل عام 1926، وتولت العرش عام 1952 عندما بلغت من العمر 25 عاما. أظهرت بيانات أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة في بريطانيا إثر الإصابة بفيروس كورونا أعلى بنسبة تزيد على 40% من حصيلة الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة.
وقال المكتب الوطني للأحصاء إنه سجل 13,121 حالة وفاة حتى 10 أبريل في إنجلترا وويلز، مقارنة ب 9,288 حالة وفقا للأرقام الحكومية. وإذا كانت البيانات البريطانية تقدر أعداد الوفيات بأقل من حقيقتها بنسبة مماثلة، فإن بريطانيا تحل في المرتبة الثانية أوروبيا بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات. عربيا، بدأ البرلمان اللبناني جلسته التشريعية الأولى منذ شهرين وسط تدابير احترازية مشددة بفعل فيروس كورونا، وانطلقت تزامنا مع انعقاد الجلسة احتجاجات في مناطق عدة من لبنان ترفع شعارات رمزية معترضة على الأوضاع المعيشية المتردية. وتتواصل الجلسة لمدة 3 أيام وتعقد في قاعة للمؤتمرات خارج مقر البرلمان مراعاة لإجراءات السلامة المتعلقة بالوباء. سمحت الحكومة الفلسطينية بعودة الحياة تدريجيا في المدن الفلسطينية التي لم تسجل فيها إصابات وتلك التي ظهرت فيها بعض الإصابات بفيروس كورونا. نابلس من بين هذه المدن التي سمح فيها بفك الإغلاق جزئيا، فكيف كان الوضع فيها في أول أيام العمل؟ ظاهريا تبدو عجلة الاقتصاد قد دارت من جديد. فتحت بعض المحلات أبوابها في مدينة نابلس. الحكومة الفلسطينية سمحت لهم بالعمل بشرط عدم الاكتظاظ. أيام حامضة مرت على الباعة لم يجربوا فيها حناجرهم للترويج لبضاعتهم. والبلد مش كل هذا يعني، وبدها البلد شغل، بدها الاقتصاد راح يعني في البلد بالمختصر. والله يهمها الوباء عن الجميع يا رب. بدأت الحركة تدب من جديد. هناك من يصور الناس الذين بدا حضورهم غريبا بعد التعود على فراغ استمر نحو شهر ونصف، لكن من المبكر الحديث عن عودة الحياة للسوق. الشرطة لا تتساهل مع من لا يسمح لهم بالعمل. بتفاجأ اجت الشرطة بتقول لي سكر المحل، وهياتني سكرت وان شاء الله خير يا رب. كان يوما حلوا بالنسبة للبعض، حتى لو لم يكن طبيعيا، إلا أن الناس تذوقوا طعم الحركة بعد أن حبسهم الفيروس وراء جدران بيوتهم. والله اليوم تقريبا يعني ببيع الصدرين هدول، الأول 4 5 3 تسهل الله يعني، ما بنعرف شو بصير، هو الرزق رب العالمين يعني، الحمد لله رب العالمين، ألف نعمة وفضل. هذه الحركة تخشاها الحكومة الفلسطينية التي كان عليها مثل كل دول العالم أن تحسم الأمر بين الصحة والاقتصاد، فقررت مسك العصا من المنتصف، لأن الفيروس وكما يبدو قد باعد بين هذين القطاعين. الاقتصاد والصحة قطاعان يريد كل واحد منهما تغليب كفة ميزانه بعد قرار الحكومة الفلسطينية اعتماد التوازن بينهما. بالنسبة للتاجر نجاحه مرهون باكتظاظ الناس على بابه، أما بالنسبة للصحة فنجاحها مرهون بمنع هذا الاكتظاظ. عميد شحادة، العربي، نابلس. وفي العراق اشتكى مواطنون من نفاذ الكمامات الواقعة وارتفاع أسعارها في أسواق العاصمة بغداد تزامنا مع رفع الحظر خلال ساعات النهار. وعادت الحركة إلى شوارع بغداد ومعظم محافظات البلاد في أول يوم بعد حظر التجوال الكلي الذي استمر أكثر من شهر للوقاية. المزيد في تقرير مازن الطيار من البصرة. هذا المشهد الأليف لمارة وسيارات في الشارع لم يكن أليفا خلال فترة حظر التجول. دبت الحياة في شرايين البصرة من جديد بعد قرار لجنة السلامة الوطنية رفع حظر التجول جزئيا،
وعاد العمل في المحال التجارية والأسواق والمطاعم وبعض الحرف الأخرى. هذه الأيام الأربعة أو الخمسة القادمة ستكون تجربة للوقوف على خط سير الوباء، خلي أسميه. إذا كان الخط تصاعدي راح نرجع إلى الحظر. خسر من خسر في بعض أرزاقهم وبضائعهم جراء حظر التجول، وربح العراق والعراقيون بعد ردع كورونا والحد من نشر الموت بين الناس. أكثر من شهر وعشرة أيام قاعدين ببيوتنا، وأي شغلات تلف تقريبا. أنا خسرت تقريبا هسه بالمليون وربع. رغم رفع حظر التجول إلا أن الحذر لا يزال يشوب مدينة البصرة بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس. رفع الحظر جزئيا وتنفس البصريون الصعداء على الرغم من التهديد الذي يشكله الفيروس، خاصة وأن البصرة تسجل أعلى نسبة للإصابات في العراق. بعض الأهالي رحبوا برفع حظر التجول، فالأغلبية من أصحاب الأعمال الصغيرة استأنفوا أعمالهم ولو لساعات قليلة، ترحيب مشوب ببعض الحذر. فرحانين برفع الحظر لأن أكثر الناس عيشتهم على القوت اليومي. ثمة مخاوف من زيادة متوقعة في عدد الإصابات بعد رفع حظر التجول، فالناس يغامرون بعدم الالتزام أحيانا بإجراءات الوقاية. احنا ما وصلنا إلى مرحلة نهائية في القضاء على المرض، وبالتالي احنا الخوف أو الهاجس انه احتمالية لا سمح الله زيادة نسبية في الأعداد، خاصة إذا كان يعني هناك عدم التزام من المواطنين بشروط الحظر الجزئي. تتنوع الفعاليات والنشاطات الاقتصادية في مدينة البصرة، ومع اقتراب شهر رمضان يبدو أن رفع الحظر جاء ليسهم في تخفيف عبء التكاليف الاقتصادية للشهر الفضيل على الأهالي في المدينة. مازن الطيار، العربي، البصرة. في تونس اقتحم مئات الليبيين معبر راس جدير على الحدود مع ليبيا احتجاجا على توقفهم ومنع عبور شاحناتهم التجارية إلى ليبيا. واستعملت قوات الشرطة التونسية القوة في المعبر الحدودي لتفريق المحتجين وإعادتهم إلى شاحناتهم المتوقفة منذ أيام أمام المعبر في انتظار السماح لها بالعبور إلى ليبيا. وشهد المعبر الحدودي عمليات إجلاء لنحو 1000 تونسي كانوا عالقين في ليبيا، وتم توجيههم إلى مراكز الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا والحد من انتشاره في تونس. يعيش عشرات من الطلاب العرب في إسبانيا حالة من القلق بسبب تعطل الدراسة مع تفشي فيروس كورونا وتعليق الرحلات الجوية. مراسل التلفزيون العربي زار مجموعة من الطلاب الأردنيين وأعد التقرير التالي ضمن التغطية الخاصة بالمهاجرين العرب في زمن كورونا. أنا هم بسبب منحة إيرازوس من الاتحاد الأوروبي، صار لي تقريبا من نص شهر واحد لهون، صار إشي غير متوقع اللي هو كورونا فيروس. فهلا إحنا بالبيوت لا عم نعمل ولا إشي بالمرة، فعم نستنى التعليمات من السفارة يعني لحتى إنه إذا صار ما صار نقدر نرجع على الأردن. فلسه عم نستنى ونشوف شو بصير وإن شاء الله إنه خير يعني. الله، أنا بالنسبة لي كطالب إيرازموس أنا عم تجيني منحة تقريبا يعني كل فترة من الاتحاد الأوروبي، فهلا أنا أخذت تقريبا 50% من المنحة، فظل 50% حيكونوا على جزئين 30 ب20. فهلا أنا بالفترة الجاية حيجيني 30 يعني كتوتال ظليل 50% من المنحة. بس هلا الفكرة إن 50% هاي ما حتكفيني أكثر من شهر ونص أو شهرين بالماكسيمم يعني، لأنه إذا ظليت هون أكثر من شهرين بدون مصاري حيكون وضع صراحة كثير كارثي، واحنا مرتبطين هون مع الاونر تبع الفلات بكونتراكت، فممكن يصير في مشاكل له قدام. فعم نستنى يعني ان شاء الله انه ما يصير في مشاكل، ان شاء الله الامور تنحل يعني قبل الشهرين. امبارح طلعوا قرار وبعثوا لنا ايميلات انه التعليم بس اونلاين لاخر الفصل، فحنضل مكملين لاخر الفصل اونلاين يعني. انا بوصف ساعات انه ما يطلع يعني من بريت البيت يعني شو ما صار الا للضروره القصوى. ضروري القصوى لأنه هو بلاد الغربة يعني، أنت بتعرف يعني بلاد الغربة وقلب الأم كيف يعني، ما أنا مصدق هو يربى علي.
نتابع آخر مستجدات وباء كورونا وأيضا الانعكاسات الاقتصادية مع شبكة مراسلين حول العالم. وينضم إلينا من بيروت حسين خريس، كما ينضم إلينا من بنقردان جنوب تونس وسام الدعاسي، من ميلانو محمد الغزو، أيضا من لندن زاهر عمرين، من نيويورك نبيل أبي صعب، من واشنطن ريما أبو حمدية، من موسكو محمد حسن، وأيضا ينضم إلينا من بكين عبر خدمة سكايب مراسلنا جاد رعد. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك حسين خريس. في بيروت لا إصابة جديدة في لبنان، لكن مظاهرات اليوم في الشوارع تزامنا مع عقد أولى جلسات البرلمان بعد العطلة، ما التفاصيل لديك حسين؟ أستطيع القول إن المجموعات الحراك الشعبي كانت تريد جس النبض لعودة الناس إلى الشارع، سيما أن الأوضاع الاقتصادية تتراجع بشكل ملحوظ وكبير جدا، تتعلق بارتفاع سعر الدولار إلى نحو 3200 ليرة لبنانية، الأمر الذي ضاعف سعر الدولار عن السابق أكثر من النصف. أود الإشارة أيضا إلى أن هذه المجموعات كانت قد التزمت معايير الصحة المتعلقة بإجراءات كورونا، إلا أن كل الأخبار الواردة من طرابلس ومن صيدا ومن بعض المناطق الجنوبية حتى التي تخضع للثنائي الشيعي في لبنان تنذر بأن التظاهرات ستعود إلى الشارع فور انحسار موجة وباء كورونا. بالنسبة إلى هذه الموجة فإن وزارة الصحة لم تسجل أي حالة في هذا اليوم، وانحصرت الحالات إلى 677 إصابة حتى هذه اللحظة، طبعا بفعل الالتزامات التي كانت قد وجهتها وزارة الداخلية إلى المواطنين اللبنانيين. من المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية تسهيلات فيما يخص حظر التجوال وفيما يخص العمل من أجل التوازن بين كفتي الاقتصاد والصحة أو الوقاية. نعم. شكرا لك حسين، ابقى معنا. أذهب إلى وسام الدعاسي من مدينة بنقردان، يضم إلينا في جنوب تونس. وسام، احتجاجات أيضا اليوم من طرف سواق الشاحنات الليبية بعد تعطل عودتهم وعودة أعداد كبيرة أيضا من التونسيين العالقين في ليبيا، كيف هو المشهد الآن في المعبر وسام؟ نعم جمال، انتهت بشكل كامل أزمة إجلاء مئات التونسيين العالقين في معبر راس جدير على الحدود بين تونس وليبيا بعد بقائهم لأيام هناك، ما دفع البعض منهم إلى محاولة اقتحام يوم أمس المعبر، ومما تسبب في حالة من الاحتقان والتدافع هناك. السلطات التونسية تفاعلت بشكل سريع مع هذه الحادثة وقامت بإجلاء تدريجي لأكثر من 1000 شخص. كنا اليوم في هذا المعبر وعاينا الإجراءات الإجلاء التي تقوم بها الأجهزة الأمنية هناك، حيث تقوم بالتثبت في هويات والأوضاع القانونية للرعاية التونسيين، وكذلك هناك إجراءات فحوص طبية تقوم بها الأجهزة الصحية هناك قبل توجيههم إلى محافظاتهم للقيام أو لخضوعهم للحجر الصحي الإجباري هناك. المواطنون قاموا ب إمضاء وثيقة رسمية في هذا المعبر يتعهدون من خلالها بالامتثال الكامل للحجر الصحي، وفي حال يعني الإخلال بهذا الحجر سيتعرضون أو سيواجهون ربما عقوبات قضائية وجزائية بحسب نص هذا الوثيقة. لكن انتهاء أزمة إجلاء التونسيين العالقين في المعبر من الجانب الليبي يعني جوبها باحتجاج شبيهة من الجانب التونسي من قبل بعض أو المئات من الليبيين من أصحاب الشاحنات السلع أو الشاحنات التجارية الذين حاولوا أيضا اقتحام المعبر من الجانب التونسي، مما تصدت لهم قوات الأمن بالقوة وقامت بتفريقهم وإعادتهم إلى شاحناتهم في انتظار إعادتهم أو في انتظار عبورهم إلى الجانب الليبي. المعبر الآن يشهد حالة من الهدوء بعد
ربما حالة الاحتقان الذي عاشها اليوم على خلفية تلك الاحتجاجات من الجانب التونسي وإجراءات الإجلاء للرعاية التونسيين في الجانب الآخر. شكرا لك وسام، ابقى معنا نتابع آخر تطورات أوروبيا، هذه المرة مع مراسلنا من ميلانو محمد الغزو. محمد، السلطات الإيطالية تقول بأنها في مقاطعة لومباردية على ما يبدو باتت أجهزة التنفس الاصطناعي أكثر من عدد المصابين الذين يحتاجون رعاية مركزة، وكونتي يبدو أنه سيعمل على تخفيف إجراءات الحجر خلال الأيام المقبلة. نتابع أيضا الوضع في إيطاليا معك. نعم صحيح، كما ذكرت وتفضلت بأن الأخبار الإيجابية تتوالى منذ يوم الأمس، منذ أمس وحتى اليوم. الأرقام أيضا قبل قليل صدرت وكانت أيضا إيجابية، نسبة الإصابات أقل مما هو معتاد، أيضا نسبة الشفاء مرتفعة، نسبة الوفيات للأسف في حالة استقرار. هذه هي الأرقام الحقيقية التي تصدر من جهات رسمية معتمدة، وبناء عليها نستطيع قراءة المشهد الحالي هنا في إيطاليا. كونتي نعم ذاهب في اتجاه فك الإغلاق في 4 مايو، ولكن نبه إلى أن هذا فك الإغلاق سيكون بداية في المناطق الأكثر تضررا، في القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية. المقاطعات الأولى التي ستفتح هي أمبيريا وبازيليكيتا في جنوب إيطاليا، ستكون آخر مقاطعة تتمتع بهذا الفك من الإغلاق هي مقاطعة لومباردية. نعم في لومباردية هناك أجهزة متوفرة من أجهزة العناية المركزة، غرف العناية المركزة، لكن المفوض العام نبه إلى أن هذا يعطينا مسؤولية أكبر في الحذر من إعادة انتشار الإصابات بشكل أكبر وإعادة الضغط إلى القطاع الصحي والقطاع الطبي. إذن تفاؤل حذر، هناك إجراءات واجتماعات يوم غدا لحكومة كونتي للقيام بعدة إجراءات اقتصادية مهمة للتخفيف من الآثار المترتبة على كافة الأسر وكافة القطاعات الاقتصادية المتضررة هنا في إيطاليا، في عموم إيطاليا. بعد غد هناك حراك أوروبي لتفادي الأزمة الموجودة هنا في إيطاليا وفي فرنسا وفي إسبانيا أيضا. إذا هناك حراك على مستوى الداخل هنا في إيطاليا وعلى مستوى المجهود الأوروبي. نحن ننتظر أي تطورات يوم غد بشأن المرحلة الثانية من الخطة التي يريد أن يرسلها كونتي إلى حكام المقاطعات. دائما ما يكون حكام المقاطعات يتلقون هذه التعليمات بكل سرور، إلا أن حاكم لومباردية يتلقاها بكل حذر. ويناقشها على الدوام. بالنظر إلى أن هذه المنطقة بالفعل محمد هي يعني أكثر المناطق إصابة وتأثرا بانتشار الوباء، نتابع الوضع أيضا في بريطانيا مع زاهر عمرين. زاهر، هناك أخبار جيدة أيضا في بريطانيا، الإعلان عن إمكانية بداية التجارب السريرية للقاح جديد هنا في بريطانيا، ولكن يتزامن هذا أيضا مع جدل آخر يتعلق بالعدد الحقيقي للوفيات. المعهد الوطني للإحصاء يقول بأن العدد أكبر بكثير مما أعلنت عنه الحكومة البريطانية. بالفعل جمال، هنالك خلاف في يعني الأوساط الحكومية بين الأشخاص أو الأقسام المسؤولة عن إحصاء الوفيات، لدرجة أن هذا الخلاف أدى بدارسي هذه الأرقام إلى القول بأن بريطانيا عبرت الذروة في 8 أبريل، عندما كان عدد الوفيات يناهز حوالي 900 شخص في ذلك اليوم، وأن الأرقام التي تسجل هي أرقام ليست دقيقة كل يوم بيومه، لأنها بعض الأرقام ترحل من أيام أخرى بعض، وبسبب أيضا الإجراءات المتخذة حول موضوع الدفن وتسجيل الموتى يطول تسجيل الأرقام، مما يعني ربما عدم وجود إحصاءات دقيقة. لكن أيضا هنالك يعني أخبار جيدة كما قلت. الخبر الأول الجيد أن مستوى تفشي الفيروس في العاصمة لندن انخفض كثيرا بحسب المراقبين، ولو أنه لم ينخفض كفاية في باقي مناطق إنجلترا وعموم بريطانيا.
أيضا بما يتعلق بموضوع اللقاح، الخميس ستكون ربما البشرية على أول موعد مع تجربة لقاح محتمل لفيروس كورونا على البشر عبر المشروع الذي انطلق منذ يناير في جامعة أكسفورد، تحديدا في معهد جينر إنستيتيوت للقاحات، والذي تديره أو تدير هذا المشروع سارة جيلبرت، وهي أحد أهم الأسماء في علم اللقاحات. هذا اللقاح سيجرب في المرحلة الأولى على حوالي 500 شخص، وإن ثبت نجاحه سيتم طرحه لتجربته أكثر على عدد من الآلاف. لكن عموما الأوساط متفائلة تحديدا بهذا المشروع. هناك مشروع آخر طبعا في إمبيريال كوليج، خاصة وأن المشرف عليه تقول بأن لو مضى الأمر كما يجب على مستوى يعني التجارب السريرية سيكون اللقاح جاهزا خلال شهر سبتمبر. الحكومة تقف أيضا اليوم وراء هذا المشروع بقوة، طرحت أكثر من 45 مليون جنيه استرليني منحة لكلا المشروعين من أجل إيجاد اللقاح بأسرع ما يمكن. أن يكون اللقاح جاهز بحلول سبتمبر هذا في حد ذاته أمر إيجابي، وإيجابي جدا زاهر. نأمل ذلك، نأمل أن يتوصل الباحثون سواء في بريطانيا أو في غيرها لمثل هذا اللقاح لمواجهة ومجابهة هذا الوباء. أذهب إلى نبيل أبي صعب في نيويورك. نبيل، تحذيرات من حاكم الولاية للتخفيف في إجراءات الحجر. نيويورك لا تزال هي بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، أعداد كبيرة من الوفيات لا تزال في الولاية، ولكن في نفس الوقت هناك جهود كبيرة أيضا تبذل لمجابهتها حتى الآن. صحيح، نيويورك لا تزال بؤرة الوباء، ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية هي أكثر الولايات تأثرا بحالة الإغلاق العام، وبالتالي الصراع محتدم جدا بين منحيين، إما إعادة فتح الأسواق والاقتصاد أو الاستمرار في إجراءات التشدد والتباعد الاجتماعي القائمة حاليا. هذه الأمور سيبحثها حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عناوين أساسية أيضا سيطرحها كومو هي مسألة فتح باب الكشوفات الطبية لكل الناس، بحيث يعمد أو تعمد السلطات في نيويورك إلى وضع خريطة واضحة جدا بمدى تفشي الوباء بشكل فعلي، وليس فقط وفق الأرقام الرسمية التي صدرت حتى الآن، بحيث يمكن للسلطات تقدير الكيفية التي ستعيد فيها فتح عجلة الاقتصاد. وبالتالي لن تقدم نيويورك على إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد وفتح الشركات والمرافق العامة قبل اتضاح هذه الصورة من الناحية الطبية وبالأرقام. أيضا هناك مشكلة أخرى تتعلق بالبطالة المرتفعة جدا، نحو 1,100,000 تلقوا مساعدات حتى الآن من ولاية نيويورك، وهذا الأمر أيضا يتطلب دعما فيدرالي. المشاكل الاقتصادية هي أيضا الهاجس الأكبر على ما يبدو هذه الأيام للرئيس دونالد ترامب. أذهب إلى ريما أبو حمدية في واشنطن. بالإضافة إلى حزمة المساعدات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ووباء كورونا، ترامب يبدو أنه في طريقه لتقديم أو تسهيل مساعدات أيضا وحزمة مساعدات لشركات الطيران وبعض الشركات الأخرى بعد الانخفاض الكبير أيضا في أسعار النفط. بالفعل يعني يبدو أن البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ توصلا اليوم إلى اتفاق جديد لحزمة مساعدات جديدة، هذه المرة بقيمة 450 مليار دولار تذهب لقطاعات مختلفة. الديمقراطيون أصروا على أن يذهب أو تذهب جزء من هذه الأموال إلى المنشآت الطبية، ولكن في المقدمة إنشاء استراتيجية لإجراء اختبارات الفحص عن الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما أصر عليه الديمقراطيون. بكل الأحوال الرئيس الأمريكي والجمهوريون يريدون من مثل هذه المساعدات أن تحفز الاقتصاد وأن تخفف من التهاوي في الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع كما قال زميلي في نيويورك، مع ارتفاع نسبة البطالة على المستوى الفيدرالي بشكل كبير. أكثر من 22 مليون أمريكي تقدموا للحصول على مخصصات بطالة
خلال شهر واحد فقط، أي خسر الاقتصاد الأمريكي 22 مليون وظيفة خلال شهر واحد، وهذا يستدعي جهود على المستوى الفيدرالي ليس فقط على مستوى الولايات، وهو ما يحاول الرئيس الأمريكي أن يعمل عليه. هل ستنجح هذه الخطة؟ هل ستنجح مخصصات أو حزم الإنقاذ المتتالية من قبل الرئيس الأمريكي والكونغرس في إنقاذ الاقتصاد من التهاوي أكثر فأكثر؟ هذا هو السؤال الجوهري الآن، خاصة وأن كثيرين يقولون أن المسار الاقتصادي الذي ينهجه الرئيس الأمريكي إضافة إلى الخلافات بين عالمه عالم السياسة والاقتصاد والعالم الطبي ربما يمكن أن تشكل تحديات إضافية بسبب تفشي الفيروس بشكل كبير في الولايات المتحدة، وعدم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أو عدم امتثال كافة الأمريكيين لإجراءات الوقاية اللازمة لمنع تفشي الفيروس أكثر وأكثر في الولايات المتحدة. نعم، قبل أن أذهب إلى محمد حسن في موسكو ومتابعة الرد الروسي حول انخفاض أعداد أو أسعار النفط، نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة. فرنسا تعلن تسجيل 531 حالة وفاة جديدة في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي الوفيات إلى 20,796 حالة. محمد حسن في موسكو، الكرملين يدعو إلى عدم اعتبار هذا الانخفاض الكبير والتاريخي لأسعار عقود النفط الأمريكية الآجلة وكأنها نهاية العالم، هل من تعقيب والتعليق جديد حول هذا الأمر؟ وأيضا نتابع معك آخر المستجدات فيما يتعلق بانتشار الفيروس، ونعلم أن انتشار أو الفيروس ينتشر بشكل كبير هذه أو خلال الأيام الماضية في روسيا. صحيح، لا يختلف المشهد كثيرا في روسيا عما هو في باقي دول العالم. روسيا بين ضغط فيروس كورونا وانتشار فيروس كورونا وبين الخسائر الكبيرة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. إذا تحدثنا عن كورونا، فعلا اليوم تم تسجيل أكثر من 5000 حالة وعدد الوفيات 40 وعدد من تعافوا نحو 350 شخص، ولكن المشكلة هي ذاتها التي تواجهها السلطات في بريطانيا. هل هذا هو العدد الحقيقي الذي يعكس الواقع؟ هناك الكثير من الجدل حول هذا الموضوع، ولكن هذه هي الأرقام الرسمية ولا يمكن إلا الحديث عنها. ويتحدث الأطباء الآن أن روسيا قد تصل إلى مرحلة الذروة في إما نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، ومن بعدها تبدأ يعني احتواء هذه الأزمة، ولكن هذا إن كانت الأرقام التي المتداولة هي الأرقام الصحيحة. وهناك من يرى أن هذه الأرقام هي التي تعطى لأن روسيا تحضرت شديد لعودة الاقتصاد لفتح البلاد وإغلاق أو الانتهاء من نظام العزل، خاصة في ظل انهيار أسعار النفط. روسيا من الدول التي تعتمد بأكثر من 40% من مدخولها على صادرات النفط، ومع انهيار أسواق النفط حتى على النفط الأمريكي، إلا أن نفط يورالز النفط الروسي أيضا يتأثر بهذه الأسعار. وتأتي تصريحات المتحدث باسم الكرملين اليوم الذي قال دعونا أن لا ننظر عليها إلى هذا الموضوع على أنه نهاية العالم، قال أيضا أن روسيا لديها من الاحتياط ما يخفف من التأثير السلبي. يرى البعض من المراقبين بأن هذه التصريحات تأتي لطمأنة المستثمر الروسي، وربما نجح إلى حد ما في فعل ذلك. ففي مارس الماضي عندما فشلت روسيا والسعودية في الاتفاق على أوبك بلس في تخفيض إنتاج النفط، انخفض سعر صرف الروبل إلى أكثر من 10% بيوم واحد. اليوم لم ينخفض إلا بحوالي 2%، ولكن البعض يرى أنه ربما فعلا قد نجح المتحدث باسم الكرملين، وربما قد وصل الموضوع إلى يعني أسوأ مستوياته، لذلك لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك. على كل الموضوع يتفاعل حتى الآن، البورصات الروسية لا شك أنها أيضا أو الأسهم الروسية في البورصة الروسية تأثرت فعلا بشكل سلبي، ولكن ليس بذلك المستوى الذي تأثرت به في 5 مارس عندما فشلت روسيا والسعودية بالتوصل إلى اتفاق حول أسعار النفط. إذن روسيا بين التأثير السلبي الداخلي لنظام العزل المفروض من قبل أو بسبب فيروس كورونا، وبين التأثير السلبي الناتج عن انهيار أسواق النفط في الخارج، كل هذا يؤثر على الوضع الداخلي وعلى السياسة الخارجية الروسية
على حد سواء. نعم، تداعيات كثيرة اقتصادية ليس فقط في روسيا، ربما في مختلف أنحاء العالم أيضا. محمد، أختم مع جاد رعد من بكين، اتهامات ألمانية هذه المرة، قبل ذلك كانت الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، اليوم ألمانيا تتهم الصين بعدم الشفافية في تعاملها مع فيروس كوفيد-19 أو فيروس كورونا. هنا في بريطانيا جدل حول الأعداد الحقيقية للوفيات، أيضا في روسيا كما ذكر محمد منذ قليل، كيف هو الوضع هناك حقيقة في الصين، وكيف ترد أيضا السلطات الصينية على هذه الاتهامات الألمانية؟ اليوم خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية الصينية لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع، لكن كان ملفت اليوم يعني الخبر تكرر في أكثر من مناطق، حيث أن الإصابات الجديدة التي تم تحديثها على الموقع الرسمي من ساعة من الآن تشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة 41، منها 4 قدمت اليوم، هذه قدمت خلال 24 ساعة الأخيرة من بلدان الإصابات، والباقية هي إصابات آتية من بلدان أخرى ولكنها تخالف شروط المفروض عليها كإصابات. مثلا هناك أحد الإصابات هو كان في هارب في أقصى شمال الصين، وهو تسبب بنقل العدوى إلى حوالي 70 شخص، آخر فر من هاربين وألقي القبض عليه في شنغهاي، وآخر كان في مدينة شن وألقي القبض عليه أيضا. نعم، الصوت يصلنا متقطع للأسف جاد، أشكرك جزيل الشكر، أشكر كل شبكة مراسلين حول العالم لمجمل هذه التغطية. العرب اليوم مستمر مشاهدينا وتتابعون فيه بعض الفاصل. تقنية البلازما لعلاج المصابين بفيروس كورونا في قطر. أهلا بكم من جديد. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إدارته إعداد خطة لمساعدة شركات النفط الأمريكية التي تواجه تخمة هائلة في الإمدادات وانخفاضا تاريخيا في أسعار الخام، وبسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا تعطلت وسائل النقل والمصانع في كل أنحاء العالم، وانهار الطلب على مصادر الطاقة من دون أن يتراجع إنتاج الخام. ويزيد هذا التدهور التاريخي في سعر برميل النفط الأمريكي من الضغوط على قطاع مضطرب أصلا، وخصوصا أن شبح الإفلاس يخيم على شركات عدة ترزح تحت ديون هائلة. هذا وفي أول تعليق كما ذكرنا منذ قليل من روسيا، دعت موسكو إلى عدم النظر إلى انهيار أسعار عقود النفط الأمريكية الآجلة وكأنها نهاية العالم. وقال وزير الطاقة الروسي لا حاجة للتهويل بشأن هبوط أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي. من جانبها أبدت الرياض استعدادها لاتخاذ أي إجراءات إضافية لإعادة التوازن إلى السوق النفطية. هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في منظمة أوبك أن بعض وزراء الدول المصدرة للنفط أخذ في مناقشة تنفيذ تخفيض فوري لإنتاج النفط، وليس بدءا من الأول من مايو أيار المقبل. ننتقل الآن إلى فقرة كورونا وحياتنا مع الزميل وسام زين الدين. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة كورونا وحياتنا. قفز سعر برميل النفط الأمريكي تسليم أيار مايو في التعاملات الآسيوية صباح اليوم إلى ما فوق الصفر، بعدما أغلق في نيويورك على سعر غير مسبوق في التاريخ، ما أثر على أسواق الأسهم. وعند بدء التداولات اليوم الثلاثاء، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار مايو 0.56 سنتا للبرميل، وأغلقت الأسهم الأمريكية على هبوط كبير الاثنين.
أما أوروبيا فارتفعت الأسهم نتيجة لتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جهة وتخفيف إجراءات الغلق في عدد من الدول. وانعكس انهيار سعر الخام الأمريكي هبوطا في مؤشرات البورصات الخليجية خلال الافتتاح اليوم، حيث انخفضت تعاملات سوق تداول السعودية وتراجعت قيمة سهم شركة أرامكو 2%، فيما هبطت بورصة دبي لتسجل التعاملات خسارة في المؤشر العام بنسبة 2.14%، والحال ذاته تكرر في سوق أبوظبي العام خاسرا قرابة 2%. وانخفضت أسواق قطر والبحرين ومسقط والكويت بنسب تراوحت بين 1 و1.5%. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستعمل على تعبئة احتياطاتها النفطية المحلية والاستراتيجية بما يصل إلى نحو 75 مليار برميل نفط. كلام ترامب أعقب انهيارا غير مسبوق لأسعار النفط الأمريكية، وبحسب خبراء أدى التراجع العالمي على الطلب إضافة إلى إقفال دول لنشاطاتها الاقتصادية نتيجة فيروس كورونا إلى هذا التراجع. كان يوما تاريخيا، أسعار الخام الأمريكي سلبية لأول مرة في التاريخ، ما يعني أن المنتجين سيدفعون للمشترين كي يتخلصوا من إنتاجهم. الإدارة الأمريكية مربكة، محاولة إنقاذ نفطها تبدو متأخرة. كلام آخر قاله ترامب يفتح الآفاق على كثير من الأسئلة. يريد وقف الشحنات من السعودية، فالرياض خاضت حرب أسعار مع روسيا وكلاهما يغرق السوق بالخام، إغراق ليس بوقته. الاقتصادات العالمية لا تطلب النفط، فهي مغلقة بسبب فيروس كورونا. هذه الحرب بين عملاقي الاقتصاد هبطت بأسعار النفط عميقا، فيما أدى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي إلى تراجع الطلب المحلي وتراجع عمل المصافي. تأثير انهيار أسعار الخام الأمريكي سيتردد صداه في صناعة النفط الأمريكية. تم إيقاف 13% من الحفارات الأمريكية الأسبوع الماضي، وعدد من الشركات تعلن إفلاسها. فسعر النفط الذي يغطي كلفة الإنتاج في أمريكا يجب أن يكون بحدود 35 دولارا لتصبح تجارة مربحة. والصدى سيطال الأسواق النفطية خارج أمريكا. المخزون العالمي للنفط أصبح متخما، فتطبيق اتفاق أوبيك بلس لن يغطي التراجع الكبير في الطلب وفق الكثير من المحللين. فالاتفاق يتحدث عن خفض بحجم 9.17 مليون برميل يوميا، أما تراجع الطلب فهو يتعدى 20 مليون برميل يوميا. على جانب آخر، كأن حلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحقق، وهو الذي يطمح إلى إبقاء سعر النفط منخفضا إلى أطول فترة تمكنه من تدمير صناعة النفط الأمريكية التي تنافسه على الأسواق. أما تهديد ترامب للرياض بعدم استقبال إمداداتها فقد يعني إرباكا للسعودية، فهي تستعد لخفض إنتاجها إلى 8.5 مليون برميل يوميا. فكيف ستوازن ذلك مع إغلاق السوق الأمريكية في وجهها؟ سؤال يبقى مفتوحا. ولمناقشة كل هذه الأخبار ينضم إلينا من بيروت مباشرة الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية خالد أبو شقرة. أهلا بك أستاذ خالد. دعنا نبدأ من تفسيرك لما جرى أمس وهذا الهبوط والانهيار التاريخي لأسعار الخام الأمريكي، إلى ماذا يمكن أن نرجع ما جرى؟ يعني طبعا قبل مدة وتحديدا منذ بدء انتشار جائحة كورونا حول العالم، بدأ الطلب على المشتقات النفطية ينخفض بشكل كبير جدا. طبعا في الآونة الأخيرة وصل انخفاض الطلب إلى مستويات قياسية حول العالم، خصوصا مع توقف معظم شركات الطيران حول العالم، مع تعطل المصانع، مع وقف جميع الأعمال وحركة السير، وإلى ما هنالك من تعطل للحياة الاقتصادية. هذا التراجع في الطلب على النفط طبعا انعكس في بداية الأمر إلى صراع ما بين الدول الكبيرة المنتجة على النفط
النفط وتحديدا نتحدث هنا عن روسيا والسعودية حول تخفيض كمية الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا. في الآونة الماضية كان الحديث عن تخفيض هذا الحجم 10 ملايين برميل يوميا لاستهلاك يومي يتجاوز 100 مليون برميل قد يكون كان كافيا. أما اليوم فما أعرف أن الخبراء يتحدثون عن أن حتى انخفاض بقيمة 30 مليون برميل يوميا لم يكون كافيا لعودة الأسعار إلى ما هي عليه. طبعا اليوم إنتاج النفط كان يستمر بوتيرة نفسها تقريبا مع انخفاض أو تراجع كبير جدا بالطلب وامتلاء كافة أماكن التخزين سواء كانت على البواخر أم في المنشآت النفطية وغيرها من الأماكن التي يخزن فيها النفط حيث لم تعد تتسع إلى برميل واحد من النفط. أستاذ خالد، في ظل ما جرى هذه الأزمة النفطية التي جرت وفي ظل استمرار جائحة كورونا في العالم واستمرار الإغلاق مع عودة طبعا بعض مظاهر الحياة إلى طبيعتها في عدد ولو قليل من الدول، لكن إذا ما استمر الإغلاق الجزئي في هذه الدول والإغلاق الكامل في الدول الأخرى، كيف سينعكس ذلك برأيك على المواطن البسيط؟ نعم، يعني بطبيعة الحال نرى اليوم المؤشرات السلبية خطيرة جدا، حتى أن من المتوقع بحسب المؤسسات الدولية أن ترتفع البطالة في العالم إلى حدود 500 مليون أي نصف مليار شخص يصبحون عاطلين عن العمل، وهذه طبعا كلها أرقام خطيرة جدا وهي أرقام تقوض كل جهود التنمية المستدامة بالحد من نسب البطالة ومحاربة الفقر ومحاربة الفقر. طبعا اليوم ما يجري خطير جدا، إلا أن الذي يعطي القليل من الأمل هو أن هذه الأزمة ليست أزمة بنيوية في الاقتصاد، لم تصبح بعد أزمة بنيوية كالأزمة التي عصفت في الاقتصاد عام 2008 عقب انهيار الأسواق العقارية الأمريكية، إنما هي أزمة ظرفية ومن المتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها رويدا رويدا حالما تنتهي جائحة كورونا ويعاد فتح المطارات وتعاد الحياة الاقتصادية، شرط أن تنتهي وأن يتم إيجاد اللقاح المناسب لهذه الجائحة وينتهي الخطر بشكل كلي، وإلا فإن الأمور برأيي ذاهبة إلى مسار دراماتيكي أكثر وأكثر. نعم، وبدورنا أيضا نتمنى أن تنتهي هذه الجائحة بشكل سريع وينتهي هذا التأثير السلبي على المواطنين وعلى الشعوب في كافة أنحاء العالم. كل الشكر لك أستاذ خالد أبو شقرة الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. كشف مركز الأمراض الانتقالية في قطر أنه بدأ اعتماد العلاج بالبلازما المناعية المستخلصة من دماء المتعافين وحقنها في أجسام المصابين بالفيروس. نتابع. إنها 10 صباحا، الدكتور مبشر على موعد اليوم للتبرع بالدم. أصيب الطبيب بفيروس كورونا قبل أكثر من شهر، وبعد شفائه قرر أن يتطوع للتبرع ببلازما دمه لعلاج مصابين بالوباء. أشعر شعور يعني أنه الآن هذا الأوان أنه أخدم الواحد من دمه يخدم البشرية، يعني مستعد للتبرع بكل ما يعني ما سمح به الطاقم الطبي، لأنه يعني هي الآن لحظة بحيث أنه في حد محتاج أنه لازم أقف معه. يعني دولة قطر بدأت مؤخرا اعتماد بروتوكول علاجي للمصابين بالفيروس، يشمل البروتوكول المعتمد استخدام البلازما المناعية من مصابين تعافوا من كورونا كعلاج لتقوية مناعتهم. البلازما بحد ذاته آمن وفعال ويعتبر علاج وليس وقاية، لأنه تتكون فيه أجسام مضادة من الأشخاص المتعافين. إحنا تونا بادين، ابتدينا تقريبا من أسبوع، لكن كذلك في مؤشرات في تحسن في نسبة الأكسجين، في تحسن في نسبة البروتين سي. التجربة القطرية في علاج الحالات الخطيرة باستخدام بلازما المتعافين أثبتت تجاوبا مع العلاج وتحسنا في حالة المرضى بنسبة 70%
وسط توقعات بزيادة هذه النسبة في الأيام القادمة بحسب مسؤولي الصحة في الدولة. يتطلب إيجاد لقاح لفيروس كورونا عاما كاملا على أقل تقدير. بلازما الدم المناعية للمتعافين تعد الحل الوحيد حاليا لمعركة جديدة يحتدم فيها الصراع بين الأجسام المضادة وقدرة الفيروس على المقاومة. وهبة بوحلايس، العربي، من الدوحة. أعلنت السلطات الأردنية البدء في تخفيف إجراءات حظر التجول في المحافظات التي لم تسجل فيها أي إصابات بفيروس كورونا. من مرحلة محاصرة المرض إلى التأقلم معه، بدأ الأردن يتدرج نحو المضي للعودة إلى الحياة الطبيعية. المؤشرات كما يقول رئيس الوزراء تشي بأن الوباء باق. كل المؤشرات تشير أن وباء الكورونا لن يذهب ولن ينتهي لا بأيام ولا بأسابيع. التأقلم والتكيف مع الوباء مرحلة بدأت بعد تسجيل الأردن انخفاضا في عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، ما يفسر تخفيف حظر التجول. قطاعات فتحت تدريجيا وجزء معتبر من النشاط الاقتصادي استأنف عمله بعد توقف دام أكثر من شهر. هذه العودة ستوفر إعادة النشاط الاقتصادي بنسبة 20% في المرحلة الأولى وربما 20% في المرحلة التالية. ويهدف الفتح التدريجي للأعمال والأنشطة التجارية إلى حماية من تضررت أرزاقهم جراء الأزمة وتفعيل عجلة الإنتاج. بالطريقة هاي بنخفف على المواطن، على المواطنين والعمال والموظفين أعباء الحياة. الناس حاليا صارت عندها فكرة كاملة عن موضوع الفيروس والكل ماخذ احتياطاته. التخفيف بدأ في محافظات لم تسجل حالات إصابة بكوفيد 19. الإجراءات الجديدة لم ترفع الحظر بشكل كلي، لكنها منحت قطاعات بعض التسهيلات. تفشي وباء كورونا لا يزال بمراحله الأولى في الأردن، والمخاوف قائمة من انتشاره، لذا يجري الإعداد والتحضير لأسوأ الاحتمالات مع بقاء بعض الأنشطة مفتوحة. ليث جبور، العربي، عمان. نشير أيضا مشاهدينا إلى الخبر الذي يظهر أسفل الشاشة، حيث يواصل أو تواصل أسعار النفط الأمريكية الآجلة انخفاضها. عقود تسليم شهر يونيو توسع خسائرها وتهوى إلى نسبة 52% إلى $9.74 للدولار الواحد، وكانت التوقعات تشير إلى أنها قد تكون في حدود $18. نذهب إلى السودان الآن، حيث مدد قرار إغلاق مطار الخرطوم لغاية 20 من أيار مايو المقبل ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. إلى أن تتيسر أمور العباد والبلاد تهبط طائرات شحن البضائع دون طائرات المسافرين. كان المطار يستقبل أسبوعيا قرابة 250 رحلة ركاب دون طائرات الشحن. تسبب وباء كورونا في تمديد فترة إغلاق المطار حتى 20 من أيار مايو القادم. صحيح أن الصحة العامة أولوية، لكن أضرارا مباشرة أصابت بعض الشركات. أكثر من 30 شركة أصابها تعطل العمل، وتضررت أرزاق العاملين فيها أيضا. عباس أحد هؤلاء حين تقلصت ساعات العمل الإضافي التي يعتمد عليها آلاف من العاملين من أمثاله. والله الإجازة هي بتسحب منك بعض الحوافز، يعني زي الأجر الإضافي. تشغل في المطار شغال نظام ورديات، فيها أجر إضافي، في ناس عندهم أجر إضافي 60 ساعة ثابت أو 50 ساعة، فده بينسحب عليك إنت مع الوضع الاقتصادي الحاصل في السودان. عباس يقود فريقا يعمل على تأمين مهام الشحن، من عمليات التصدير القائمة على اللحوم والبصل والفواكه إلى جانب تفريغ البضائع الواردة. يتابع الأداء فريق من وزارة الصحة للاطمئنان على سلامة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. بيتعمل تيست للتمبرتشر أو الحرارة للإصطاف كله، باعتبارهم جايين من دولة لدولة تانية، يعني دخلوا أو نزلوا في أرضنا. بيتم فحص لكل الكرو التمبريتشر عليهم،
وبعد ذاك تاني بيتم الإجراءات بتاعت العفش أو الشحن في الطيارة، بيتم تعقيم لكل الأمتعة الجاية في الرحلة. صلاة خدمة الركاب أصبحت خاوية وتوقفت معها مقاهي المطار، تلك هي ضريبة الوقاية من الفيروس. يبقى المطار مغلقا حتى إشعار آخر، وليس للعاملين فيه سوى الصبر إلى أن ينتهي كابوس الجائحة وتعود الحياة إلى طبيعتها والطائرات إلى مدارجها. شيبة الحمد عبد الرحمن العربي، الخرطوم. أعلن رئيس الحكومة اليمنية مدينة عدن مدينة منكوبة، داعيا الدول الشقيقة والصديقة ومنظمة الإغاثة إلى المساعدة في مواجهة كارثة السيول التي داهمت المدينة. وأضاف معين عبد الملك أن الشلل الذي طال مؤسسات وأجهزة الدولة منذ أحداث أغسطس يضعف قدرتها ويفاقم العجز في فعالية مواجهة ظروف طارئة مثل هذا. للمزيد حول الوضع هناك ينضم إلينا من تعز مراسلنا أحمد البكاري. أحمد، نتابع معك المشهد الآن في عدن، تعلنها الحكومة مدينة منكوبة، ويبدو أن الأوضاع الإنسانية أيضا صعبة جدا هناك الآن. أحمد هل تسمعني؟ أسمعك. تفضل أحمد. نتيجة الكارثة التي تسبب بها السيول الأمطار والتي استمرت لمدة ساعتين تجري يومنا هذا، حيث تحولت شوارع وأحياء المدينة والعاصمة المؤقتة إلى أشبه ببحيرات مفتوحة، حيث غمرت المياه العشرات أو المئات من المنازل، وارتفع منسوب المياه داخل المنازل إلى مستوى المتر، وكذلك أيضا شلت الحركة في أغلب الشوارع أحياء المعلى وكريتر وأخر مكتر، كذلك أيضا الكهرباء انقطعت على هذه. نعم صحيح، الوضع كارثي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد نتيجة الكارثة التي تسبب بها السيول الأمطار والتي استمرت لمدة ساعتين تجري يومنا هذا، حيث تحولت شوارع وأحياء المدينة والعاصمة المؤقتة إلى أشبه ببحيرات مفتوحة، حيث غمرت المياه العشرات أو المئات من المنازل، وارتفع منسوب المياه داخل المنازل إلى مستوى المتر، وكذلك أيضا شلت الحركة. لا أعلم إن كان أحمد يسمعني، يبدو أن الصوت يتكرر مرة ثانية. نعتذر مشاهدينا الكرام لخلل في الصوت. أشكر على كل حال مراسلنا أحمد البكاري، كان معنا عبر الهاتف من مدينة تعز. أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتية تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تؤيد ضم المستوطنات، معتبرا أن اتفاق نتنياهو وغانتس يقوض الآمال بتحقيق السلام. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وقع اتفاقا مع منافسه الانتخابي بني غانتس لتشكيل حكومة ائتلافية طارئة، وهذا ما ينهي عاما من الجمود السياسي. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن منصب رئيس الوزراء سيكون مناوبة بينهما على أن يشغل نتنياهو المنصب أولا. ونختم العربي اليوم كالعادة بفيديو من منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي، فيديو اليوم عن تمرين رياضي أصبح جريمة في إيران.
ختام العربي اليوم، نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا، وننتقل الآن إلى برنامج الخبر بقية مع الزميلة نجلاء المرعي ومتابعة آخر التطورات.